يا اهلا بحضراتكم مره اخرى في هذه الفقره، نسترجع التاريخ ونقربه من الحاضر عشان نفهم احنا واقفين فين في الكره المصريه، مع السيد المؤرخ الرياضي استاذ خالد ابو العيون. استاذ خالد مشرف ومنور. الله يخليك يا استاذ كريم، فرصه سعيده جدا. ده انا اسعد جدا، واتمنى ان شاء الله نقدم حاجه جديده للمشاهدين. حبيبي تشرفنا جدا بيك. طيب الله يخليك. النهارده اتكلمنا كتير عن الاهلي والزمالك ومشوارهم في دوري ابطال افريقيا حتى الان. المشوار في دور المجموعات مش على خير ما يرام، تحديدا عند الزمالك واقل نسبيا عند الاهلي، وان كان الاهلي ايضا مش في افضل احواله في هذه البطوله تحديدا من دور المجموعات، وان تحسنت النتائج. تمام. الوضع ده يطمن، يعني نطمن ان الزمالك يقدر يرجع، نطمن ان الاهلي يقدر يرجع بحكم التاريخ، ولا التاريخ ما ينصفناش؟ والله انا اعتقد الاهلي رجع خلاص بنسبه كبيره. صحيح. يعني حط قدم ونص نقول في دور الثمانيه. هو دلوقتي طبعا التعادل مع الهلال قد يكون منطقي شويه، مباراه في السودان وظروفه، لسه الاهلي راجع من كاس العالم للانديه، يعني ما خدش فتره راحه كافيه وطلع بنقطه. مفاجاه ماتش سان داونز هي اللي لخبطت الحسابات جامد. صح. خصوصا مباراه في مصر، والاهلي اتغلب في الدقائق الاخيره من المباراه. صحيح. وبعدين المباراه الاخيره مع المريخ ظبطت شويه، وان كان الفوز برضو صعب. هو البدايه كانت سهله، والاهلي متقدم 2-0، المريخ اتعادل. صحيح. الماتش اتعقرب شويه، وبعدين في الدقيقه 77 تقريبا الاهلي او المريخ هو اللي جاب هدف الفوز للاهلي، فكده الاهلي وصل لاربع نقاط، موقفه مطمئن بنسبه كبيره. فاضل ثلاث مباريات، لو كسبهم يبقى 13 نقطه، يعني اعتقد كفايه جدا عشان يصعد. اما الزمالك؟ الزمالك موقفه صعب شويه الحقيقه. تعادلين منهم، تعادلين مفاجئتين بصراحه، يعني مع بيترو اتلتيكو هنا 2-2 تعادل في الدقيقه 95، كانت مفاجاه كبيره. كان متوقع ان الزمالك يفوز بالمباراه دي، طلع بنقطه. بعد كده مباراه ساجرادا اسبرانزا، كان مفترض برضو ان ساجرادا هو اضعف فرق المجموعه والزمالك هيفوز بسهوله، انتهت برضو بالتعادل السلبي، بقوا نقطتين. وبعدين النتيجة الهزيمة الأخيرة من الوداد البيضاوي 3-1، رغم تقدم الزمالك في البداية بهدف أحمد سيد زيزو، فتوقف رصيد الزمالك عنده نقطتين بعد ثلاث جولات. هو حسابيا أو نقول رقميا الزمالك ممكن يعدي، لأن هو لو كسب الثلاث ماتشات الجايين، هو النهارده نقطتين، يكسب الثلاث ماتشات بتسعة بونت يبقى 11. عندنا الوداد 6 نقط وبترو اتلتيكو 7 نقط. في حاله فوز الزمالك بثلاث مباريات الجايين، هيبقى كل فريق من الفريقين عنده فرصه انه يكسب ماتشين بس مش ثلاثه. صح. مع العلم ان هم هيتقابلوا. صح. فلو قلنا ان الزمالك وصل 11 نقطه، لو قلنا ان الوداد كسب ماتشين هيبقى 13، وبترو هيكسب ماتش واحد هيبقى 9، يبقى الزمالك والوداد يصعدوا. لو بترو كسب برضه هيبقى ايه؟ عمليا مش هينفع الاثنين اللي هم بيترو والوداد يسبقوا الزمالك اللي هيجيب 11 نقطه في الحاله دي. صحيح. عندنا بعض الامثله السابقه الحقيقه بالنسبه للاهلي والزمالك. الاهلي في 2018 بعد ثلاث جولات كان عنده 4 نقط، زي نفس الوضع بتاع دلوقتي بتاع السنه دي. تعادل مع الترجي 0-0، مع كامبالا سيتي اتغلب 0-2، وبعدين غلب تاونشيب 3-0، وبعد كده كمل الجوله بثلاث انتصارات، فوز على تاون شيب 1-0 والترجي 1-0 ايضا، وكامبالا 4-3، واكمل طريقه وصل النهائي وخسر البطوله في الموسم ده، بس عدى مرحله المجموعات. صحيح. نقول الزمالك في 2018-19 بدايه كانت سيئه جدا، هزيمه من جورما هي 4-2 في كينيا، كانت نتيجه ثقيله، وبعدين تعادل مع حسين داي الجزائري 1-1، ومع بيترو اتلتيكو 1-1. بعد الجوله الثالثه كان عنده نقطتين بس، وبعدين غلب بيترو اتلتيكو 1-0 وجورماها 4-0 وتعادل مع حسين داي 0-0 وعدى ودخل وصل نهائي الكونفدراليه وفاز بالبطوله. الزمالك في السنتين اللي بعد كده برضو، يعني دي رابع سنه يبدا بدايه صعبه شويه. صح. 2019-20 ابتدى بهزيمه ثقيله برضو من مازيمبي 3-0، وبعدين من بريميرو دي اوجوستو الانجولي 2-0 وتعادل مع زيسكو الزامبي 1-1. وعفوا هو كسب بريميرو دي اوجوستو فبقى 4 نقط بعد ثلاث جولات. وبعدين تعادل مع مازيمبي وبريميرو
وغلب زيسكو 2-0 وكمل المشوار ووصل النهائي خد الوصيف. السنه اللي فاتت كانت بدايه تقريبا مشابهه لبدايه السنه دي مع مولوديه تعادل 0-0 وبعدين مع تونجيت السنغالي 0-0 هناك وبعدين الهزيمه من الترجي 3-1 تقريبا نفس النتائج ونفس ترتيب مباريات بالنسبه للملعب جوه مصر وبره مصر صح. في ما عدا ان بيترو اتلتيكو تعادل 2-2 السنه دي في حين السنه اللي فاتت كان مولوديه وتعادل 0-0 وكان الزمالك الحقيقه قاب قوسين او ادنى من الصعود لدور الربع النهائي ولكن في اخر لحظه او اخر يعني كان متوقف نتيجته على نتيجه مباراه المولوديه مع الترجي واللي تعادلوا خرج الزمالك في ساعتها من البطوله. واللي حصل حصل في هذه المباراه. بالظبط. يعني احنا عندنا برضو ممكن ناخد عبره من التاريخ ان الفريق اللي بيجيب اقل من 7 نقط بيخرج من البطوله دي على مدار دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه اللي بيجيب اقل من 7 نقط بيخرج، اللي بيجيب 7 نقط حصلت ان الوداد مره جاب 7 نقط صح. في دوري الابطال 2011 الترجي جاب 10 نقط والوداد 7 والاهلي 7 خرج الاهلي وصعد الوداد تقريبا كان مواجهات مباشره كان 7 نقط وصعد فده اقل عدد من نقط احتمال الصعود مش ضمان الصعود طبعا في حين ان مثلا زنكو في دوري الابطال سنه 2017 جاب 11 نقطه وخرج كانت مجموعه كانت جامده الحيل وداد جاب 12 نقطه الاهلي 11 زنكو 11 وكوتن سبورت الكاميروني ما خدش ولا نقطه كلهم خدوا نقط من بعض كلهم خدوا من كوتن سبورت وبدلوا مع بعض طبعا يعني الارقام بتقول انه الزمالك في الموقف ده ساعات بيصعد وساعات لا بالظبط يعني مفيش حاجه مضمونه بالظبط لو على حكم التاريخ السنه دي لو كسب 3 ماتشات يبقى ضمن الصعود للنهائي بص هو انا دايما اقول ايه 8. هي اللي بيسموها يعني عنق الزجاجه هي مباراه الوداد القادمه اكيد لو الزمالك كسب مباراه الوداد القادمه انا وانت نتقابل ان شاء الله مستقبلا واقول لك ان الزمالك هيصعد على هذه المجموعه لو لا قدر الله كان في اي نتيجه غير الفوز الموقف هيتأزم وهيبقى صعب جدا او هيبقى الزمالك في الحاله دي منتظر نتائج الفرق الاخرى مع بعض هيبقى الموضوع صعب جدا لو كسب الوداد هيبقى عنده سجراده في مصر هنا يبقى كده 6 نقاط المفروض انه يكسب بقى المره دي يعني. هيبقى اصعب حاجه بيترو اتلتيكو وانا في رايي بيترو اتلتيكو دي مواجهه حتى وهي في انجولا اسهل من مواجهه الوداد هنا في مصر هي حاجه غريبه بالنسبه لبيترو اتلتيكو لو حضرتك تذكر في 2001 لما لعب الاهلي وغلبوا هنا 4-2 رغم ان المباراه الاولى كانت في انجولا والاهلي كسب 3-1 صح فده قد يكون مؤشر على انه بيترو اتلتيكو بيتغلب بهزائم ثقيله على ملعبه وبيكسب انتصارات كبيره بره ملعبه دي حلوه جدا ان شاء الله ان شاء الله ممكن تكون ان شاء الله الزمالك يعملها طيب مش عايز ابعد عن الزمالك شويه وعايز اروح معاك لفكره جوزوالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الزمالك مر عليه اكتر من مدير فني برتغالي تمام في من نجح وفي من اخفق بالظبط هو الزمالك مر عليه 4 أو 5 مدربين برتغاليين فينجادا خد الدوري في موسم 2003/4 فيريرا خد الدوري والكاس في موسم 2014/15 كاجودا واناسيو ما خدوش بطولات باتشيكو هو شارك في الدوري في 2014/15 وما كملش الموسم وشارك في الدوري الاخير بتاع الموسم اللي فات وما كملش طيب فهو في الحالتين يعني مشاركه طيب الزمالك مع فيريرا للمره الثانيه يعني مره اخرى عهد جديد مع الزمالك جوزوالدو فيريرا المدربين اللي بيرجعوا مره اخرى للزمالك الولايه الثانيه في نادي الزمالك بتبقى عامله ازاي تمام احنا هنتكلم عن الاجانب بس هو طبعا الولايه الاجنبيه الثانيه بالنسبه للمصريين كابتن زكي عثمان كابتن محمود ابو الوجيله في جائزه واحد الحقيقه صح بالنسبه للاجانب هو سادس مدرب اجنبي يجي الزمالك ويمشي ويجي في ولايه ثانيه سبقه كارلوس البرتو كابرال بعد ما خد دوري ابطال افريقيا 2002 والسوبر الافريقي 2003 والدوري المصري 2002/2003 ومشي ورجع في موسم 2004/2005 ما حققش بطولات وكانت فتره بسيطه حوالي 5 شهور تقريبا ما طولش فيها رود كرول جه موسم 97/98 خد الكاس الافرو اسيويه وفي الولايه الثانيه 2007/2008 خد كاس مصر
هنري ميشيل المدرب الكبير الفرنسي اللي دخل في الكره الافريقيه ودرب المغرب ودرب تونس وساحل العاج ورجاء بيضاوي تقريبا وبعض الانديه الافريقيه، جه في ولايتين ما خدش اي بطوله. بعد كده باتشيكو اللي شارك في الدوري في مرتين وفي مرتين ما كملش لنهايه الموسم في الولايه الاولى او الثانيه. كارترون اول مره خد السوبر الافريقي والسوبر المصري، تاني مره خد الدوري. فيريرا اول مره خد الدوري والكاس، في انتظار نشوف المره الثانيه هيعمل ايه، هل عنده فرص في الدوري ولا خلاص راحت. يعني شايف التجربه الثانيه في الزمالك تاريخيا بتبقى ناجحه ولا مش ناجحه اوفر اول؟ يعني هو نقدر نقول باستثناء كابرال وهنري ميشيل الباقيين نجحوا، يعني النجاح نسبي. يعني ما هو النجاح، هل هو فوز ببطوله ببطولتين بثلاث بطولات، يعني الموضوع نسبي شويه، بس في النهايه كرول خد بطولتين في الولايتين. كارترون خد السوبر والسوبر الافريقي والمصري، رجع تاني خد الدوري. فيريرا خد الدوري والكاس، مش عارفين بقى المره دي طموحه ايه بالظبط. طيب عايز قبل ما اسيب الزمالك اروح لاحمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو تحس كده، انا بحس، انا ما عنديش التاريخ بس حاسس انه عمال يعمل ارقام تاريخيه وارقام اعجازيه في موضوع ضربات الترجيح دي او ضربات الجزاء. ما شفتش لاعب مصري او ذاكرتي ما تجيبنيش لاعب عنده التفوق الدائم ده في ضربات الجزاء، لا يضيع ودايما عنده اسلوب مميز في ضربات الجزاء. زيزو ايه وضعه في التاريخ بالنسبه للاعبين المسددين لضربات الجزاء؟ هو فعلا احمد سيد زيزو اصبح ظاهره سواء في ضربات الترجيح او ضربات الجزاء. صح. ضربات الترجيح في كاس الامم الافريقيه سجل في ثلاث مرات لعبنا فيهم قدام ساحل العاج والكاميرون والسنغال، هو اللاعب المصري الوحيد. وهو احد اللعيبه اللي سجلوا ثلاث ضربات ترجيح في تاريخ كاس الامم الافريقيه، وعددهم قليل يعني ما تسحبنيش الذاكره قوي، ولكن هو من ضمن الناس التوب. يعني الرقم ثلاثه ده في حوالي يمكن سبعه او ثمان لعيبه، منهم دروجبا ضيع واحده الحضري صدها وسجل ثلاثه، الاخضر بلومي الجزائري برضه سجل ثلاثه وضيع واحده. فرقم ثلاثه ده ما اتكسرش. بالنسبه لضربات الجزاء لو مسكنا الدوري، احمد سيد زيزو سجل 14 هدف في الدوري من ضربات جزاء بدون تضييع ولا ضربه، وهو الرقم الاعلى في تاريخ الدوري المصري. ليس الرقم الاعلى في تسجيل ضربات الجزاء، ولكن هنحط عدم الاضاعه الاول، نسجل كل الضربات وبعدين نسجل كم. لو قلنا مين اكتر واحد سجل ضربات جزاء، عبد الله السعيد على ما اذكر حوالي 27 او 28 ضربه جزاء سجلهم في الدوري، احمد سيد زيزو سجل نصهم بس، ولكن عبد الله السعيد ضيع، محمود فتح الله من الناس اللي سجلوا كتير ضيع، ناس كتير سجلوا اكتر من احمد سيد زيزو. حضرتك بتقول انه نسبه نجاح زيزو 100%. 100% تمام. هو الرقم السابق كان محمد فضل جايب 12 ضربه جزاء في خلال مشواره مع الاهلي والاتحاد السكندري والمصري. اسماعيلي عدى على كذا نادي. مش فاكر سجل مع الاسماعيلي ولا لا. فسجل 12 ضربه جزاء وما ضيعش ولا واحده في الدوري. زيزو وصل 12، وبعدين في مباراه فيوتشر قبل الاخيره سجل هدفين كمان من ضربات جزاء ب 14، فبقى اكتر واحد يسجل بنسبه 100%. نجاح مدهش. وفي رقم تاني الحقيقه لزيزو برضه في ضربات الجزاء، هو اول لاعب في تاريخ الدوري المصري سجل خمس ضربات جزاء في خمس مباريات متتاليه. رغم ان الزمالك لا يملك الرقم القياسي في هذه الجزئيه، ولكن احمد سيد زيزو هو كلاعب اكتر لاعب يجيب ضربات جزاء في مباريات متتاليه، وليس ضربات جزاء متتاليه ولكن ضربات جزاء في مباريات متتاليه. ده رقم هايل. ده رقم هايل. الحقيقه الموسم 2017 2018 الاهلي اتحسب له ست ضربات جزاء وسجلهم كلهم في خمس مباريات. احنا بنتكلم عن زيزو خمس ضربات في خمس مباريات، لا الاهلي سجل سته في خمس مباريات، ولكن كان عبد الله السعيد متخصص ساعتها سجل اربعه، وفي ماتش مع النصر غابوا الاهلي كسب 4-0 تقريبا، كان وليد سيمانو وليد ازارو اللي سجلوا الضربتين. في نفس الموسم النادي بيراميدز تحت اسم الاسيوطي اتحسب له سبع ضربات جزاء في خمس مباريات متتاليه. اختلف اللعيبه اللي سددوا ضربات الجزاء وبعدها ضاع وبعدها سجل، فما فيش لاعب خد يعني نقول ايه خد العلامه المميزه. العلامه الكامله. العلامه الكامله عند زيزو بالظبط. طيب عايز اخدك شويه
عشان كنت بتكلم في الكلام ده بقالي كذا يوم الاسماعيلي، على ضوء مشاهدتي ومتابعتي للاسماعيلي، ما شفتش ابدا في حياتي الاسماعيلي في الوضع ده. ما اعرفش ما سبق كان ايه، ولكن في حياتي انا ما تابعتش الاسماعيلي في الوضع المتازم ده. كان الاسماعيلي ساعات يعاني، يبقى في وسط الجدول، يبقى في مراكز او في خسائر متتاليه، بس فكره انك تبقى في زي الجدول ترتيب الدوري الممتاز بهذه النتائج وانت مش بتكسب ولا مباراه حتى الان في الدوري، انا ما شفتوش قبل كده. هل ده حصل في التاريخ قبل كده؟ هو مؤسف جدا وضع الاسماعيلي الموسم ده، كنادي ليه تاريخ في الدوري من انديه مؤسسه للدوري موسم 1948 49 ال 11 نادي اللي لم يتبقى منهم غير الاهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري والاسماعيلي، هم الخمس فرق اللي كانوا مؤسسين للدوري ولسه مستمرين لغايه دلوقتي. الاسماعيلي اخر اربع مواسم والموسم ده هو الخامس، كان موسم 17 18 كان الثاني، وبعدين السابع، وبعدين 12، وبعدين 13 في الموسم اللي فات. وضعه سيء جدا، في 12 مباراه خمس تعادلات وسبع هزايم، لم يحقق اي فوز، ودي تعتبر أسوأ بدايه للاسماعيلي، وتفوقت او نقول ايه، بقت أسوأ من الموسم الأسوأ في تاريخ الاسماعيلي اللي هو 57 58. الاسماعيلي هبط في نهايته واحتل المركز الاخير في المجموعه الاولى، كان في مجموعتين كل مجموعه 8 فرق. الاسماعيلي لعب ساعتها 14 مباراه، حقق فوز واحد وست تعادلات وسبع هزايم. اول 10 مباريات ما حققش فوز خالص، وحقق فوز في الاسبوع ال 11، المره دي ما حققش فوز لغايه الاسبوع ال 12. وكان في قصه الحقيقه لسبب هبوط الاسماعيلي موسم 57 58، ان يعني هو كان نادي القناه، كان اسمه ساعتها او كان معروف باسم الاولمبي القناه او اولمبي الاسماعيليه، كان صعد دوري ممتاز موسم 53 54، وكان في سنه 57 كان في انتقالات بين اللعيبه بين الانديه، مش زي دلوقتي بقى في انتقالات صيفيه وشتويه، لا ده كان كل اربع سنين بيعملوا موسم انتقالات. فساعتها القناه بامكانياتها الماديه العاليه قدروا ان هم يستقطبوا عدد كبير من لعيبه الاسماعيلي، ابرزهم سيد ابو جريشه وصلاح ابو جريشه وبايدو وفتحي نافع واخرين، وغير كده في بعض اللعيبه برده من الاسماعيلي راحوا انديه ثانيه وبعض سافر، فالاسماعيلي ضعف جدا، وظهر جيل جديد لعب الموسم ده 57 58 بقياده لعيبه اشتهروا بعد كده، رضا وشحته والعربي وغيرهم من نجوم الاسماعيلي الكبار، بس ما كانش عندهم الخبره الكافيه ان هم يستمروا في الدوري، وحققوا موسم كان كارثي بالنسبه للاسماعيلي، نزل درجه ثانيه قعد اربع سنين بعدها لغايه ما طلع ثاني، فده كان أسوأ موسم في تاريخ الإسماعيلي في الدوري. فأنت بتقولي إن الموسم ده أسوأ كمان من أسوأ موسم لغاية دلوقتي. هو طبعا إحنا لعبنا والإسماعيلي لعب 12 مباراة، لسه عنده 26 مباراة، هل تتحسن؟ عفوا فاضل 22 مباراة. هل النتائج هتتحسن ويقدر يتقدم من المركز الأخير؟ هل إذا النتائج اتحسنت هيقدر يعدي آخر ثلاث مراكز عشان يستمر؟ ولا بص، هو الاسماعيلي طبعا لسه عنده فرصه كبيره، طبعا لسه عنده فرصه كبيره، بس هو لو مشى على نفس المنوال ده، لا طبعا الفرصه هتيجي منين؟ ما هو الفرصه بتيجي بالمجهود وبالاخلاص وبالنتائج يعني أكيد. لكن النتائج اللي ماشي بيها الاسماعيلي دي مستحيل توصله لغايه دلوقتي، مش يعني هو قابع في المركز الاخير. شيء صادم بصراحه. يعني وما بين فوز وما بين تعادل وهزيمه وهزيمه وتعادل، وحتى المباراه اللي كان متقدم فيها 2-0 اتعادل ما كسبهاش، كان اول فوز ليه. في تالق كبير جدا لمحترفينا دلوقتي في الخارج، واحنا داخلين على ماتشين كاس العالم مصر والسنغال، وعاملين نبص على محترفينا واخبارهم عاملين ازاي. صلاح اون فاير، متالق جدا، تريزيجيه نفس الامر، حتى احمد حسن كوكا كمان متالق للغايه. محترفينا ارقامهم ووضعهم دلوقتي يسمح لهم ان هم يقودونا ان شاء الله لكاس العالم 2022؟ اتمنى اتمنى ان هم يعني يقدروا ياخدونا لكاس العالم. والحقيقه محمد صلاح يعني مش محتاج فقره ولا حلقه، ده محتاج حلقات. اتكلمنا على حلقات، محتاج افلام عشان نتكلم على ارقامه القياسيه طبعا. وابرزها طبعا انه بقى الهداف الاول للاعبين الافارقه في الدوري الانجليزي. هو الحقيقه يمكن اخر رقم حققه صلاح كانت في المباراه اللي قبل الفاتر في الدوري، وصل ل 151 هدف في الدوريات الكبرى اللي هم انجلترا وايطاليا.
واسبانيا والمانيا وفرنسا طبعا معاهم، بس هم ما لعبش هناك، هو لعب في انجلترا وايطاليا بس. سجل 35 هدف في الدوري الايطالي و116 هدف في الدوري الانجليزي ما بين فيورنتينا وروما وما بين تشيلسي وليفربول. هايل، رقم طبعا يعني فظيع الحقيقه. رقم مش طبيعي. نتمنى ان اي حد، اي لاعب مصري يوصل لنص الرقم ده او ربع الرقم ده في اوروبا. يا ريت يا ريت يا ريت على راي كابتن مدحت شلبي، يا ريت يا ريت يا ريت فعلا. طيب تريزيجيه كمان متألق. تريزيجيه متألق، تريزيجيه ليه رقم يمكن ما حدش خد باله منه، انه من ساعه ما راح تركيا في الانتقالات الشتويه الاخيره مع باشاكشير منتقل من اشتون فيلا، لعب 4 مباريات سجل فيهم 4 اهداف. صحيح. والرقم ده بيجعله بيجعل ترتيبه الاول ما بين لاعبي الدوري التركي في هذا الموسم، 4 اهداف في 4 مباريات. يمكن هداف الدوري اومود بوزوك بيلعب في قاسم باشا، سجل 13 هدف في 28 مباراه. طبعا متوسط يعني ايه، اقل من نص هدف، ولكن متوسط تريزيجيه هدف في مباراه واحده. ومعاه برضو لاعب كونغولي من الكونغو الديمقراطيه، جاكسون موليكا، ده كان بيلعب في مازيمبي وبعدين خد لفه كده حلوه، وبعدين ستاندرد ليج في بلجيكا، وبعدين قاسم باشا برضو لعب 4 مباريات سجل فيهم 4 اهداف، وان كان يتفوق نسبيا عن تريزيجيه بانه لعب عدد دقائق اقل. ولكن يبقى ان كلاهما لعب 4 مباريات سجل فيهم 4 اهداف. يعني موليكا هو اصلا مهاجم صريح كمان. مش كان مهاجم مرعب في طبعًا. مع مازيمبي جاب 14 جون في 30 مباراه تقريبا في لا 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 كان لاعب رائع، وكان يعني في وقت من الاوقات كان الاهلي عايزه وكان الزمالك عايزه وكانوا بيمشوا على طول. اي لاعب بيطلع طبعا. احمد حسن كوكا كمان في ناس كتير بتقول انه هيبقى قريب من المنتخب في المعسكر اللي جاي. هو فعلا يعني كان في اعلان النهارده عن قائمه المنتخب وفيها 6 محترفين منهم طبعًا. احمد حسن كوكا طبعًا. انا شخصيا فرحت جدا. احمد حسن كوكا عنده امكانيات عاليه جدا، عنده جسم مثالي للمهاجم الصريح، الطول والجسم وهيدر، وبيجيب جوان برجليه الاثنين، وبيتفوق على كتير جدا من اللعيبه المصريين يعني. اعتقد ان هو مصطفى محمد يمكن قريبين من بعض شويه. ولكن كوكا الحقيقه ليه رقم مميز، انه وصل في اهدافه مع الانديه الاوروبيه بدل ما ريو اف وسبورتنج براغا واولمبياكوس وحاليا كونيا سبور، سجل 103 هدف مع الانديه دي ما بين دوري وكاس وكاس رابطه وبطولات اوروبا. الرقم ده كبير جدا بالنسبه للعيبه المصريين، لا يتفوق عليه الا محمد صلاح، ان محمد صلاح وصل 217 هدف مع الانديه الاوروبيه. احمد حسن كوكا 103، تفوق على احمد حسن الصقر 102. ولا زال كوكا مستمر يعني، ممكن برضه في نهايه الموسم ده اللي يوصل 110 او حاجه، رقم يعني يعتبر مرعب برضه. صحيح. فانا اتمنى ان هو يتوفق مع المنتخب، للاسف ملوش بخت كويس معاه. هو لعب 27 مباراه دوليه سجل فيهم 5 اهداف لمنتخب مصر، ولكن مباراه واحده بس اللي لعبها كامله، المباراه 26 كان ما بين دخوله كبديل او بيبدا ويخرج ما كملش الماتش، سجل في اول 6 مباريات دوليه 5 اهداف، كان رقم جميل جدا. وكان هو وباسم مرسي الحقيقه طالعين مع بعض الفتره دي في بدايات كوبر، او كوكا يمكن سبق باسم شويه في نهايه عصر برادلي، وبعدين مع شوقي غريب في الفتره المؤقته بتاعته اللي تولى فيها منتخب مصر، وبعدين مع كوبر في بدايه تصفيات كاس العالم، ولكن للاسف ما كملش. صحيح. ومش واخد حقه الاعلامي الحقيقه. صحيح. استاذ خالد حضرتك شرفتني ونورتني حقيقي، استمتعت جدا بتواجد حضرتك معايا النهارده. الله يخليك يا استاذ كريم، فرصه سعيده جدا. انا اشكرك ان انت اديتني الفرصه دي، وبشكر في الاداء طبعا. ده فرصه سعيده يا فندم. واتمنى ان يكون اضفت حاجه جديده للساده المشاهدين. دايما تضيف يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا.